القربالي المدير العام لمجموعه مطاعم نادريس. اليوم كنحتفلوا بالمرأة المغربيه اللي كيصادف 8 مارس. الحمد لله الاداره ديالنا ارتأت باش دير هذا الحفل اللي اعتادت عليه كل سنه. من خلاله كنبغي نعبروا على الشكر والتقدير للنساء العاملات بالمجموعه بصفه خاصه ونساء المغرب بصفه عامه. اليوم كان حفل عن على طريق ان واحد فطور جماعي على شكل بوفي، وكانت لانيماسيون وكان تقديم شواهد تقديريه وتقديم جوائز رمزيه. شواهد تقديريه اللي كنبغيو نعبروا فيها على الشكر والامتنان للمراه العامله بالمجموعه، وكنشجعوهم من هذا المنبر باش يواصلوا العمل ديالهم. وكما كيعرف الجميع بان الحمد لله المراه المغربيه استطاعت تبرز في جميع المجالات، لا الاقتصاديه لا السياسيه لا السياحيه. في مجال المطعمه الحمد لله بالنسبه للمجموعه ديالنا كتشكل واحد الثلثين. اليوم تم تكريم 60 مراه بالمجموعه، يعني الحمد لله كاين واحد كم هائل بالمراه في المجموعه ديالنا. كنبغي نقدم لهم الشكر من هذا المنبر، وكنقدم الشكر لجميع نساء المغرب. كل عام وانتن بالف خير. للاضافه الهدف من هذا الاحتفال اليوم هو نخلقوا واحد الجو عائلي ونخرجوا المجموعه ديال النساء ديالنا من روتين العمل. شكرا لك.